ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. بما ان في بنات كتير قوي بتسالني على بيبي كريم ينفع للبشره المختلطه والدهنيه، ولو فاكرين انا كنت عامله ريفيو واحد بس عن بيبي كريم اللي هو كان بتاع بونز، وبعد كده بونز ما بقاش ينزل في مصر اصلا. المهم لحد ما في يوم وانا ماشيه في كارفور لقيت كلين اند كلير منزلين بيبي كريم. ده شكله مكتوب عليه اويل فري او خالي من الزيوت، يبقى ده للبشره المختلطه والدهنيه على طول، ولقيته ب 80 جنيه. المهم ان انا لسه ما جربتوش لحد دلوقتي، انا قلت هجربه معاكم. هو نازل منه درجتين، واحده لايت ودي ميديوم. حجم بونز كان 25 مللي، بس بتاع كلين اند كلير 50 مللي، وحتى باين هو تخين كده وتحس ان هو مليان. الحاجه بس اللي انا خدت بالي منها من كلين اند كلير ان هو مش مكتوب عليه اذا كان فيه اس بي اف او لا. هو المفروض عامه ان البيبي كريم بيبقى فيه، ده اللي انا اعرفه يعني. مكتوب بقى على العلبه بتاعته من بره ان هو يعمل في الحال على اخفاء الشوائب ويساعد على ازالتها لبشره متالقه بنقائها وجمالها. في ظهر العلبه مكتوب عليه ان هو يوفر للبشره تغطيه مثاليه تدوم حتى 7 ساعات. هنشوف الموضوع ده. يحتوي الكريم على ماده فعاله لمحاربه البقع تساعد على ازاله الشوائب بمجرد استعمال الكريم على البشره. مصمم خصيصا لدرجات الوان البشره المتوسطه. مكتوب عليه انه مناسب للبشره الحساسه وانه مش بيسد المسام. اوكي، ده اللي مكتوب عليه. تعالوا بقى نشوف هو هيعمل حاجه ولا لا. الاول انا غسله وشي بالغسول بتاعي عادي، هرطب وشي بعد كده بالبايوديرما اللي هو السيبيوم البور ريفاينر. هو مش مرطب بس انا بحس ان هو بيرطب، يعني هو ما بيعملش حاجه اكتر من كده معايا. المفروض ده ان هو بيعالج المسام وكده، بس انا مش شايفه له اي حاجه لحد دلوقتي، فانا هستنى حتى لحد ما يخلص عشان اقول لكم اذا بيعمل حاجه للمسام ولا لا. وانت ممكن مع البيبي كريم ان انت ما ترطبيش وشك، لان هو بيبقى فيه نسبه ترطيب عامه يعني، بس انا برضو برطب لان احنا في الشتاء وفي اجزاء في الوش ممكن تبقى جافه شويه. هو سمكه تقيل، شايفين واقف ازاي على ايديا، بس انا مش شايفه ان دي كده درجه متوسطه، انا حاساها يعني اغمق من متوسطه شويه. فانتي لو افتح مني كده حابه هاتي اللايت احسن، يعني حاسه ان انا حطيت كتير قوي. ندمجه بقى بالبيوتي بلندر. تغطيته خفيفه، هو تغطيته خفيفه قوي، انا حاسه ان هو اداني تان بس مش اكتر. هل انتوا حاسين ان في حاجه حصلت؟ انا حاسه ان وشي زي ما هو واسمر شويه بس. طب انا هحط كمان حبه كده. ايه ده بيطلع، ده بيطلع تاني في الاسبونج. ايه ده، انا اوريكم. شايفين هنا ده طلع، يعني بيتشال تاني وانا برجع ادمج في الطبقه التانية بيطلع اصلا من الوش. ده بيطلع بيطلع من الوش. شايفين هنا تحس ان هو مبقع، بس هو مش فكره مبقع، هو انا كل ما بدمج بيطلع من مكانه. بصوا هنا عامل طبقة ازاي على الاسبونج اصلا، انا حاسة ان كأني بغسل وشي كل ما بدمج كده بيطلع من مكانه اصلا، ومش عامل اي حاجة، انا حاطة كده طبقتين. شايفين من هنا اتشال خالص. بصوا بقى ازاي. طيب هو واضح ان الفيديو كده خلاص ملوش اي ترتيب لازم ان انا اكمل او ان انا حتى اعمل اختبار ثبات على مدار اليوم، لان هو اساسا اتشال. طيب يا جماعه معلش انا اسفه، ما زلت مش لاقيه بيبي كريم رخيص. انا كان عندي امال في البيبي كريم ده، قلت بقى اخيرا هلاقي حاجه مناسبه، بس لا برضو يعني سي سي بورجوا حلو جدا 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 جدا، وبديل ليهم خالص. الفاونديشن بتاع ميبلين فتني ب 160 جنيه تقريبا، وخفيف قوي وينفع لكل يوم وينفع تبنيه، وشكله حلو قوي على البشره. هسيب لكم اللينك بتاع الريفيو اللي انا كنت عامله عنه تحت في صندوق الوصف، ودرجتي في بتاع ميبلين 220. لو حد فيكم جربه وكان حلو معاه قولوا لي، يمكن انا بستعمله غلط، يمكن محتاج حاجه تانية. بس انا عارفه ان انا حتى لو هستخدمه بفرشه هحتاج ان انا اطبطب عليه بعد كده بالسبونج عشان يشيل اي زياده، يشيل اي خطوط وكده، وهو بالسبونج بيطلع اصلا. غير كده ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، واعملوا له شير، واعملوا سبسكرايب للقناه لو لسه ما عملتوش، ودوسي على الجرس الصغير اللي جنب كلمة سبسكرايب عشان يجيلكوا أول ما انزل أي فيديو جديد، واعملوا لي فولو على الانستجرام والفيسبوك، واشوفكوا الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.